عزيز رئيس جامعة سوهاج، أهلا بحضرتك. اهلا بسيارة بك الحمد. طبعا حضرتك تم تدشين مؤتمر الأول لجامعات جنوب الصعيد ومنها جامعة سوهاج، حضرتك تكلمنا على هذا التدشين الذي تم اليوم. الحقيقة المؤتمر ده فكرة جامعة سوهاج، وده لينا الشرف طبعا وبدعم من اخواتي رؤساء الجامعات الجنوب الصعيد. الاتفاق كان السادة رؤساء الجامعات ان الجامعات الاربعة، جامعة سوهاج وجامعة جنوب الوادي وجامعة اسوان وجامعة الوجد الجديد، ينظموا مؤتمر لتنمية هذا الجزء الغالي من مصر، الجزء الخاص باقليم جنوب الصعيد. فانا الحمد لله النهاردة يعني بدأنا في تدشين فكرة المؤتمر، وعلشان نبدأ في استقبال البحوث من أعضاء التدريس ومن الجهات المختلفة اللي ممكن تتقدم ببحوث للمؤتمر. الآن يعني هذا المؤتمر إن شاء الله هيكون نقلة نوعية لربط البحث العلمي بالتنمية في جنوب مصر. دكتور أحمد، يا ريت حضرتك تقول لنا على ميعاد المؤتمر إن شاء الله، تحديدا هيكون يوم كام، وأيضا حضرتك تقول لنا على تقديم البحوث، نهاية موعد التقديم إمتى؟ وعدك المؤتمر ان شاء الله من يوم 11 ليوم 13 مارس 2019. والحقيقه احنا اخترنا المؤتمر يكون في محافظه الاقصر طبعا علشان لاكثر من سبب. اول حاجه لتشجيع السياحه الداخليه في المؤتمر والخارجيه، لان هيكون عندنا ان شاء الله بعض الاجانب والضيوف. الحاجه الثانيه ان محافظه الاقصر محافظه متوسطه ما بين محافظات الجنوب، زي ما قلت لحضرتك احنا مشاركين 4 جامعات طبعا، اضافه للجهات البحثيه المختلفه للدعم للمؤتمر ممكن نتكلم عنها بعد شويه. انما اخترنا محافظه الاقصر علشان هي متوسطه للمحافظات الاربعه، وفي نفس الوقت هتبقى برضو تنشيط السياحه في الاقصر مكان ممكن ناس كتيره تشارك فيه. ما حبناش يكون المؤتمر في محافظه من المحافظات اللي فيها الجامعات علشان يبقى برضو ده في منطقه محايده للجامعات كلها. طب نهايه تقديم موعد تقديم البحوث بالنسبه للجامعه السوهاج، البحوث احنا في عضو هيئة تدريس من كل جامعة هو منسق للمؤتمر في الجامعة بتاعته. المفروض الأبحاث العلمية بتقدم لهذا المنسق لأنه ده كله معلن على الموقع بتاع المؤتمر. الأبحاث إن شاء الله احنا في انتظار الأبحاث كاملة لحد يوم 22/2 في 22 فبراير، لأن احنا طبعا بنستعد للمؤتمر. فمن من 2 لحد ما نخلص التجهيز للمؤتمر بيكون في الأجندة بتاعة المؤتمر، وهيطلع كتيب خاص بالابحاث العلميه المقبوله في المؤتمر. فاحنا يعني في انتظار ابحاث الاخوه الاعزاء من اعضاء التدريس من الجامعات كلها في مصر ومن المؤسسات البحثيه الاخرى، زي مثلا معهد مركز البحوث، زي معهد البحوث الزراعيه، كل الجهات الثروه السمكيه، كل الجهات احنا تواصلنا معاها، لان احنا بنتكلم على تنميه اقليم جنوب مصر. عندنا موارد كتيرة جدا، انما يمكن ما عندناش خطة لاستغلال هذه الموارد او حسن استغلال الموارد المتاحة. وعندنا اعضاء تدريس وباحثين تقدموا وعملوا ابحاث كتيرة في هذا الموضوع. فعلشان كده احنا عاوزين يعني نقعد مع بعض ونشوف ايه الافكار المختلفة للتنمية وازاي ننمي هذه المنطقة المهمة من مصر، وفي نفس الوقت ايه المشروعات الاستثمارية اللي ممكن تطلع من هذه الابحاث. وافضل المشروعات الاستثمارية المطروحة هيكون عندنا ان شاء الله في دعوة للمستثمرين اللي موجودين معانا. احنا مش بنتكلم على هدك على برضه يعني عشان بس الناس تبقى عارفه، مش بنتكلم هنا على بحث علمي اكاديمي بحت، احنا بنتكلم على بحث تطبيقي. ممكن يكون حد من اعضاء التدريس عنده بحث عمله قبل كده بيتكلم عن تنميه المنطقه دي، انما ما خدش تسويق كفايه، فيقدر فعلا يقدم في المؤتمر ويعرض فكرته لو هي فكره قابله للتطبيق تتحول الى مشروع تنموي. فطبعا بنرحب بهذه البحوث، لان الهدف واللي احنا عاوزين ناكد عليه ان احنا مش بنتكلم على مؤتمر اكاديمي علمي بحثي، احنا بنتكلم على مؤتمر علمي تطبيقي، يعني بنجمع كل الافكار القابله للتطبيق ونعرضها في المؤتمر بحيث نطلع في النهايه بخريطه الطريق لكيفيه تنميه المنطقه وهي افضل السبل لتنميه هذه المنطقه. شكرا لحضرتك دكتور احمد، وان شاء الله اتمنى لكم التوفيق ويكون مؤتمر جميل جدا باذن الله يخرج لتنميه جنوب الصعيد عموما، وخاصه طبعا محافظتنا العزيزه محافظه سوهاج. شكرا لحضرتك. بشكر حضرتك جدا، وفي النهايه لازم اتوجه بالشكر لزملائي الاعزاء الاستاذ الدكتور عباس منصور رئيس جامعه جنوب الوادي لدعمه للمؤتمر وفكرته ومشاركته في تنفيذ الفكره،
والاخ العزيز الدكتور احمد غلاب رئيس جامعه اسوان لدعمه ايضا للفكره وتبنيه للفكره ومشاركته فيها، والاستاذ الدكتور عاطف رئيس جامعه جنوب الوادي الجديد، وبنقول له الف مبروك لجامعه جنوب الوادي الجديد. وهي يعني الوادي الجديد جزء غالي علينا جدا، وان شاء الله يعني تواجد هذه الجامعه الوليده هيبقى اضافه لجامعات مصر باذن الله. شكرا، شكرا جزيلا. موارد تنموية كثيرة موجودة داخل محافظات جنوب الصعيد. من هذا المنطلق تم تدشين المؤتمر الأول لجامعات جنوب الصعيد بعنوان نحو خريطة تنموية مستدامة لجنوب الصعيد. كنت معكم نجوى سيف النصر، طيبة.